ዛሬ የምንነጋገርበት የምንመካከርበት ርዕስ ስለ ሂጃብ ነው። اختي الكريمه جاء الاسلام ليرفع من شانك وليعزك هذا الاسلام الذي جاء موافقا لفطره المراه او يهدينا الاسلام سيت اللي لاكبرات بميمطابت كزي كتفطروا غرا الله سبحانه وتعالى يسيت اللي تفطروا كفطربت تفطروا غرا فصوم لغت منا لسماما بميچل منغت اسمامته نو يامطاو يهنن الاسلام سبحان الله المراه مفطوره على الحياه سلازي سيت لج تفطروا مندنو يمياملكتو عين افارنت مفطوره على الستر يعني دبك مالت شفن مالت ومفطوره على الحجاب والعفاف يعني طبقنت نصوحنت جوانت بنزي مرط مرطنا تالالاق سنمغباروچ نو سيت لج تفطروا فطروا خلقوا مالتن ايهنن فطروان يمياموالنا يميغطم دين نو الله سبحانه وتعالى لسوا يا وردلات معناتنو ليلوچو اندميلوت وينم حجاب يما يلبسو سيتوچ اندميلوت ودا بحالا لا اندمنملسبت يعني تصنو نو وينم دغمو وبتين اندزي فطرولنينا اندزي ادرغولين سيابقا انددبقو نو دي فطرلين صغرين اندشفنو نو اندي سرالين فيتين اندزي ياسامرنينا كرزين اندزي يادرغو انددبقو اندشفن غوادا وسط اندغبا نو اندي ይሄ ከፈጣሪ ጥበብ ጋር አይሄድም ብለው እንደሚፈላሰፉት ሳይሆን የሴት ልጅ ተፈጥሮ ሃያ ነው ጥብቅነት ነው ጨዋነት ነው ክብርነት ነው ብለናል ከዚህ ተፈጥሮዋ ጋር የሚገጥም ድንጋጌ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያወረደላት ማለት ነው ወለሃذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهن ذلك الادب ويحثهن ذلك الحياء رسول عليه الصلاه والسلام ይህንን ስነምግባራቸውንና ይህንን ሐያአቸውን በሚገጥም መልኩ ሴት ልጆች ሴቶችን በየአጋጣሚው ተርቢያ ያደርጉ ነበር ማለት ነው ለምሳሌ رواه الامام ابو داود رحمه الله تعالى في سننه والبخاري رحمه الله في الكنى بسنديهما عن حمزه ابن ابي اسيد الانصاري عن ابيه رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق ذكره الألباني في الصحيح إيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام سيت لج من أهل حياء ما درق عند اللباتنا من أهل كمقالت كوندوج قراء كمقلاك لنا كمقرب مراك عند اللبات يمياسينو بزي حديث لاي صحابة يوم من الال نبياتنا عليه الصلاة والسلام كمسجد سيوتو الال كمسجد سيوتو مسجد موجع بر لاي منقر لاي وند الناس يتوتشو تك الاك قلو الال شوف هذا لفظ أبي داود سنن أبي داود لاي يالو لفظنو صحابيو يتتك موقع لنو شوف فاختلط الرجال والنساء اهون اندك اللال እንደዋዛ اختلاط የሚባል ነገር حرام ነው የሚባል ነገር የለም የሆነ አገር ባህል ነው የሆነ ሰዎች ባህል ነው اختلاط የሚባል ነገር ምንም ችግር የለውም ሰዎች ልባቸው ወንዶቹ ልባቸው ጥሩ ስከሆነ ድረስ ሴቶቹ ልባቸው ጥሩ ስከሆነ ድረስ የተለያየ ሹባሃትን መንዛት የተለያየ ነገሮችን ማውራት ምናልባት ሌሎቹ ዓለማውያን ከሃይማኖተኝነት ከዲን አስተሳሰብ ከሱና ምናምን ፍጹም የራቁ ምናምን የሆኑ ሰዎች ቢሆኑ ማለሽ ዲን ውስጥ ገብተናል ተውሂድን እናውቃለን ምናምን የሚሉት እንኳን ሳይቀሩ عندي هينت فلسفنا يجمروبت ونيتا نو يالو مالتنا الله المستعان شوف هذا لفظ الصحابي صحابي لفظ منال فاختلط الرجال والنساء سيتوچنا وندوچو تقلقلوا بزي غزي منالو نبي صلى الله عليه وسلم اسمع استاخرنا ان انت ودو حالا هونو سيتوچنا علواچو نبي عليه الصلاه والسلام اما حالات تكبو كسيتوچ غار اتت كوندوچ غار اتت ترامسو اتتدبالقو استاخرنا فانه ليس لكنا ان تحققن الطريق عليكن بحفات الطريق መንገዱን መሃል ገብታችሁ ልትጋልቡበት አይገባም ከወንዶቹ ጋራ ይልቁን ጥግ ጥግ ይዛችሁ ጫፍ ጫፍ ይዛችሁ ከወንዶች ራቅ ብላችሁ መራመድና መሄድ አለባችሁ በማለት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ መልክ ነገሯቸው ማለት ነው هذا وهي خارجه من اين ይቺ ሴት استأخرنا የሚሏት ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከወንዶች ጋር አትደባለቂ ወደ ኋላ ቀሪ የሚሏት ማንና የትኛዋን ሴት ነው ከየት ነው የመጣችው አሚን መስራህ أمين مقهى أمين ملهى أمين مطعم
لا أخت الكريمة وهي خارجة من بيت الله تعالى يعني كتياتر بيت يوتو سيت وچن قارل وينم دقمو كمقب بيت كهوتيل وينم كمزنانيا كمساسلوت بوتاوچ لا يوتو سيت وچن قارل الله انت قزتو إياك نعبد وإياك نستعين بلو يمتو سيت وچن قون سقدو عبادة أدرقو سجود أدرقو يوتو سيت وچ ترو يتشالو يتشالو يمبالو سيت وچن قونو رسول صلى الله عليه وسلم راك بلو بلو يميتك سواتشو أي امرأة خالفت حياءها وعفتها فإنها خالفت فطرتها سلزي حجاب يما تلبشو أهتي هوي يتم بوتا هني بيت يوم أكبابي هني بيتمرت بيت وستم بمسرى بيت وستم بمنقر لايم ببيت وستم بقبي وستم بمن يوم بوتا يلش سيت أهتي هوي أي امرأة خالفت حياءها وعفتها سيت ليج إهنن حياء وان أين أفار النتوان تبك النتوان يتسعراري هنا انتقباري فتسمتي هنا اندهنا فإنها خالفت فطرتها كتفطرها قاراتنا قضية الرقشن الله كفطراتنا قرقارا يتسعر الرقشن ومالتنا لأن الله جل وعلا يقاطب الفطرة فيقول الله سبحانه وتعالى يسيت ليج تفطر انده يالينا قرنا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن أنت نبي هو يعلى رسولنا عليه الصلاة والسلام سيت لجوتشهن بالبيت وجهننا يا مؤمن سيت وجهن أني مؤمن نين بلش تسبي علش بالله أمين يالله ونتنيا أمنت برسول عليه الصلاة والسلام أمين يالله ونتنيا أمنت بقرآن أمين يالله ونتنيا أمنت بلش إما التسبي هنا انت هنا إيهو الله سبحانه وتعالى كنبياتنا صلى الله عليه وسلم سيت لجوج كن فاطمة كن زينب كن رقية كما سسلوا التلالاك سيت وجه قارا أبرو إيانا قرشنو بنبياتنا عند بيت صلى الله عليه وسلم اندي هم كنبياتنا صلى الله عليه وسلم مستو وجه قارا كن عائشة كن حفصة كن صفية كما سسلوا التلالاك إي نبيو مستو وجه قارا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كن زي سيت وجه قارا أبرش يتترشنو قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ما الأمر؟ من دنو النزي سيتوجي تهزا زبت نقر من دنو متلات شو يدنين عليهن من جلابي بهن جلبابات شون ودراسات شو قفتات شون براسات شو لا يلقو بمقبا اندي سترنا بمقبا اندي شفنو ازازات شو بمالات نبيون عزازات شو نبيون عزازو قرآنهم تنببا سيتوجي بملو حجاب لبسوا الناس يا بكا أناثاتشن عائشة من تلالج ما رأيت مثل نساء الأنصار أصدق لكتاب الله تعالى بالله قرآن يميامنو بالله قرآن يبلتك هل يبلت الصدق يميادرقو أونتن يا مؤمن أونسيتوشن عند أنصار عند مدينة سيتوش عليهم تلالج عنديت لمن يا أم المؤمنين يا أمنا عائشة لمن عند الزيالج لما أنزل الله آية الحجاب يا حجاب آيات الله سبحانه وتعالى باور ردبت قيزي خرجنا من بيوتهن يشققن المرطى كأنهن الغراب أو كما قالت رضي الله عنها لبساتشون يكأددوا تراساتشون مقراجاتشون هلو يكأددوا سيابكا جلباب سرتو ملاسو النتاتشون كرات سقراتشو سكرت افراتشو تشفافنو تكوهكور لبس لبسو يكورا انكورا تكور يهون لبس لبسو تكوهكور لبسو تلبسو متو تلالج يعني حجاب يلبسوا يمي مسلات شو رقمو عندان اهتو اتشالو بزي هقات امي مالتنا انجم اللبس يمنو يمن نلات يعني يحجاب شرط اسكالت موالا درس مالتنا طبب يالا لبس ساسا يالا لبس ايهو اهون درس برمضان انكوان سيكر يعني بي مساجدو بي تراوحي بوتالي يمي التايوت مالتنا يعني طبابي هنا كميس يلبسونا سسي هنا لبس يلبسونا يتلايو سونتات شون يكفافتونا يلكو الناس يا بكا حجاب لبسنا ليملو مالتنا او الناس يوقتاچون يهل سرتوال او التوقي كهونه الترداش كهونه اسكزاري اسكاهونو درس اوقتو الدرسش كهونه اون اسكاوقشو مسراتش بقي ليهون يخلال اهون غني هو حق يسماش نو حق بيوتاو يتسما نونا بميقبا مولو يهونه حجاب ملبس قد يلال مالتنا ليلو زيغا يميتتكسو سيت ليج كمنم نقر بلاي حياء وان وينم دمو كبران للتاس طبق يمي قبات مهنوان كمياسا يوم الرجاوج محكل
አንድ ቅሳ ወይንም ደሞ አንድ ታሪክ እዚ ቦታ ላይ ልንጠቅስ እንችላለን። አጣ ኢብኑ አቢ ረባህ ረዲየላሁ ተዓላ ረህመቱላሂ ዐለይህ ኢብኑ አባስ ጠሯቸው። تعال يا عطاء عطاء هنا اريك امراه من اهل الجنه يا جنت سيت لا سايه وي نا يا جنت سيت لا سايه بمالت طروني لالو ابن عباس يا جنت سيت بدوني اگر يمترامد يا جنت مهنا يتمسكر الله سيت الله اكبر ما ناتي تشي سيت صفاتوان بدن بدرغش ادمجي صفاتوان بدن بدرغش ارغاغجي ايمانا مولتو حياؤا تطبقو الله النا رسولنا عليه الصلاه والسلام يمتودنا يمتاكبر يمتتقبل مهونا تمسكرولات يا جنت مهونا يتمسكرلات سيت هذه تلك المراه السوداء يا اجت تتياه لك يا اجي سيت نات انغدي نبي صلى الله عليه وسلم بجنت يمسكرنات انديت متى مسكرولات طيقوا عطا ابن عباس ملسوا جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اجي سيت ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ቀን መጣችና ሲያበቃ قالت يا رسول الله اني اسرع فادع الله تعالى ان يشفيني እኔ የሚያዞር የሚጥል በሽታ አለብኝ አለቻቸው ለነብያችን አለይሂ ሰላም። የሚጥል በሽታ አለብኝና ያንንም በሽታ አላህ እንዲያስወግድልኝ ያንንም በሽታ አላህ ከዛ በሽታ ዓፊያ እንዲያደርገኝ ዱዓ አድርግልኝ አለቻቸው ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነብያችን አሰብ አደረጉና ሁለት አማራጭ ሰጧት። ኢንሺኢቲ ዳዓውቱ ለኪ ፈሸፋኪላህ ጥሩ ከፈለክሽ ዱዓ አደርግልሻለሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚህ ካለብሽ ከመጥልሽ በሽታ ፍጹም ይፈውስሻል ኢንሻአላህ። ይሄ መጀመሪያው አማራጭ። ሁለተኛው አማራጭ ይሄ በሽታ ነው ህመም ነው ሙሲባ ነው ኢብቲላ ነው ስለዚህ ሰብር አድርጊ ኢህቲሳብ አድርጊ ታገሺ በመታገሰሽ ፈለኪል ጀና አላት። ፈለኪል ጀና ጀነት ላንቺ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሰጥሻል ከሁለቱ ምረጪ አላት። ሴቲቱ ምንም አላቅ ማማችም طبعا ጀነትን መርጣለው አለቻቸው ለነብያችን አለይሂ ሰላም። ሰብር አድርግና ያአላህን ጀነት ፈልጋለው ላኪን አንድ የሚያሳስበኝ ነገር አለ አለች ለነብያችን አለይሂ ሰላም። شوف በጀነት ተበሰረች የጀነት ሙሽራ ለተሁን እንደምትል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየጠቆማት ነው። ምን አይነት ደስታ ከዚህ የበለጠ ደስታ ምን አይነት ደስታ ሊኖር ይችላል? ሰውየው ከጀሃነም እሳት ነጻ ወጥቶ ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነርዳ አግኝቶ ጀነት ትገባለህ ከመባል በላይ ምን የሚያስደስተው ነገር አለ? لكن ይህ ደስታዋ አንድ ያላስረሳት ቆም ነገር አለ حياء يميبالون نجا عفاف يميبالون نجا طبق النت يميبالون نجا على سرسات بزو سيتوچاچن حجاب لبسال طرو ناتشو ما شاء الله يميبالون سيتوچ انكون سايقرو يهونا دستا وتال يفتنال يسرغوالات يسرغوالات يهونا يتبلچلچ نجا يتتعببه نجا يعني بيبوتاو يتقرارطه نجا منامن لبسال عند كان تبالالچ የምርቃቱ አጠን የጓደኛው አሰርግ ቀን የመሰሰሉት የደስታ ቀናቶች ሐያውን ትረሳለች አላህ ምስተዓ ሒጃቧን ትረሳለች አላህን ትረሳለች አኺራን ትረሳለች። ይህች ሴት ግን በጀነት ተበስራ ከምርቃት በሉት ከሰርግ በሉት ከማንኛውም ደስታ የሚበልጥ ደስታ ነው ሐቂቀተን። ነገር ግን ያ ደስታዋ ሐያውን አላስረሳት። ያ ረሱላህ አለቻች اصبر ولي الجنه تحقشي جنته غبالو ايهن مرطالو كن عند ما ياساسبي نغرالو مندنو اسو اني ازورني راسي سكي بمودقبت غزي اتكشف عليتش اتكشف اغلالطالو سونتي كله يغلالطال يميوطا يميهد كله ياينيا سيتو وندو ياينيا ايهن يعني بشتاون صبر ادرغالو ህማሙን ሰብር አደርጋለሁ መውደቁን ሰብር አደርጋለሁ ምናልባት ከመውደቅ ጋር ተከስከሶ ተከትሎ መሰበር አለ መድማት አለ መታመም አለ ይሄን ሁሉ ነገር ሰብር አደርጋለሁ ያ ረሱላህ ላኪኒ ላ አስብሩ አለ ተከሽፍ። ነገር ግን ከመገላለጥ ሰብር አላደርግም ወንዶች አካላቴን ከማየት ሰብር አላደርግም ይሄንን እንዴት ምን መፍትሄ አለ ያ ረሱላህ። شوف المؤمنه التقيه
ادعو الله لئلا اتكشف علىچاچو نبينا عليه الصلاه والسلام اشي دعاء ادرگلني يا رسول الله بنودكبت گيزي بچا اندالگلالت لودكسل راسين اندسترنا اندطبق يميادرگني الله انديرداني هنن دعاء ادرگلني علىچاچو በከዛ በኋላ መይላሉ ሰሃቦች ለክ ሊያዞራት ሲል ሊጥላት ሲል ቀደም ብሎ ይታወቃት ነበር يعني ሰውነቷን ሁሉ ተሰትራ ለብሳ ሽፍንፍን ምናምን ብላ ተጠብቀዋለች ከዛ በኋላ ያበሽታው አውርዶ ይጥላታል يعني አንፈራፍራታል ትታመማለች አራፋ ተደፍቃለች ትደማለች ወኢላኺሬ ያንን ሁሉ ሰብር አደረገች ነገር ግን ምንን ሰብር አላደረገች መገላለጥን ሰብር አላደረገች شوف በዋዛ በፈዛዛ በቀላሉ ካለምንም ፈተና قال منم شجر منم مصيبه سايمت ابات يعني تغلطا يمت هيدو اهت انا ايچي تعلق يجنت سيت يتنا يتنو يالوت امننا مندنو يالوت يعني مساري ادغنو بات حجابشين كلاولكش بسيف تقرلچالش يتبالچو اغا يتغبالچبت اغاطام يلم يونا مكرميا تلبسنا يونا طب وچ ستوطا جلباب نو متلبس ما شاء الله تبارك الله نقاب تلبسالچ غبي وستكن ማስተናገድ ላይ ግን የሆነ ስስ መቅረቢያ ምናምን ተለብስና ወዲያ ወዲ ትላለች ወንዶችን ትፈትናለች ማለት ነው ትገላለጣለች ይሄም ተበረጅ ነው ከዚህ የተለየ ነገር አይደለም ማለት ነው ሌላዋ ደግሞ እንደዚሁ መንገድ ላይ የሄደች ገበያ ቦታ መገበያ ቦታ ምናምን የሄደች ንቃብ የለበሰችው ንቃቡ ግን ወርዶ ወርዶ ይደርሳል ይጉንጭ ጋር ደርሷል በጣም ሰፍቶ ማለት ነው ይሄ ቡርቁዕ ሰፍቶ يعني كل نجر يسائل من الله تكبر قعو كذي كنيقاب وسط من دنا يالو يتكوالا عين تاع الله مالك يتكوالا عين يعني وديا ودي سلتا يالا على تبرج ايه راس الصفور نو تبرج نو مالتنا بل يعني حجاب يلبسنبت علاما لا الله اسكونا درس لراساتن اسكونا درس اسك مجرشاو درس مصنات مالتنا واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اسك مجرشاو سوات درس مجمر حجاب الالتزام يا دركشبت كان اندزيه نبرش اندي هاينه التساهل نبر اندي هاينه مزناغات نبر قال نبر من تبتره من متى حديث من مريا كسماء ورده حديث من مريا متى من اللي تلوته نجر يلم قالو اسك مجرشا درس بستر بعفاف مالته ليلوچ دغمو حجاب ان لبسالن بلو بتلي بزي ጊዜ የተለቀቀ እንደ ፋሽን አንድ ሰሞን የሆነ ነገር ፋሽን ይሆናል ሲት ሁሉ ያን ይለብሳል አንድ ሰሞን የሆነ ነገር ይጀምራል ወንድ ሁሉ ያንን ነገር ያደርጋል ሙስሊሞች ጋር እንዲህ አይነት ነገር የለም ከጊዜ ጋራ ከወቅት ጋራ ከሁኔታዎች ጋራ መቀያየር መለዋወጥ አንድ እንዲህ መሆን አንድ ከነፈሰበት መንፈስም ይባል ነገር የለም ማለት ሁሉ ይቀጥ በሱና ላይ ይቀጥ በዲን ላይ ይቀጥ ወንዶች የሚለብሱትን ቀይ ዒማማ ጥቁር ዒማማ ቡራቡራ ዒማማ ነጭ ዒማማ ሴቶቹ ለብሰው በየትምርት ቤቱና በየመንገዱ እየታዩ ነው ማለት ነው አሃላ ሂጃብ ይሄም ሂጃብ ነው يعني የወንድ ልብስ የወንድ ነው የሴት ልብስ የሴት ነው ወንዶች የሴቶችን ልብስ ምን መሰለባቸው ከሴቶች ጋር መመሳሰል የለባቸውም ጥብቅ መመሪያ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሰጡ ሴቶች ከወንዶች ጋር መመሳሰል የለባቸው ወንዳ ወንድ መሆን የለባቸው በል ወንዳ ወንድ የሆኑ ሴቶች ተረግመዋል ሴታሴት የሆኑ ወንዶችም ተረግመዋል ነብዩ ረግመዋቸዋል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም